ننتقل إلى سلافة سلام الصحفية والمتواجدة الآن أمام مشرحة زينهم. سلافة أهلا وسهلا بك، مساء الخير. كيف تجري الأمور عندك أمام المشرحة وداخلها؟ يعني نحن الآن أمام مشرحة زينهم بمنطقة وسط البلد، ما زالت تتوافد أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات ما بين قوات الأمن وبين ألتراس الزمالك أو كما يطلق عليهم وايت نايت. يعني تضاربت الأنباء حول عدد الضحايا الذين سقطوا جراء تلك الاشتباكات. يعني صحيفة الوطن ومصلحة الطب الشرعي أعلنت أن عدد الضحايا وصل إلى 17، ولكن على أرض الواقع الآن وصل عدد الضحايا إلى 29 شاب من شباب الوايت نايت. 29 ضحية قتلوا أم مجروحين؟ حتى الآن في مشرحة زينهم الضحايا الذين قتلوا 29. 29 حسب المشرحة. هذا كان على أساس إحصائيات رسمية، تصريحات رسمية؟ لا مش تصريحات رسمية، ولكن من داخل المشرحة أقصد. من داخل المشرحة وروايات الأهالي. عدد الضحايا وصل حتى الآن كما أكد الأهالي وأصدقاء الضحايا المتواجدون الآن أمام المشرحة إلى 29 ضحية من شباب الوايت نايت. طيب فريد، كان قد حدثتنا من أمام الملعب بأن هناك أطفالا قد ذهبوا ضحية هذه الاشتباكات، أطفال أم شباب؟ من وصل إلى المشرحة؟ سلافة. نعم سلافة، كنت أسألك عن أو نقلت لك معلومة فريد بأن هناك أطفالا قد قتلوا أو جرحوا، هل وصلت جثث أطفال للمشرحة؟ حتى الآن لم نتمكن من حصر عدد الأطفال أو عدد الشباب، ولكن هناك 17 شابا هم تم التعرف على هويتهم، وهناك أيضا 5 من الشباب أو ربما أطفال لم يتم التعرف على هويتهم، ولكن تحديدا لم نتمكن من الفصل ما بين من هم عدد الشباب أو هم عدد الأطفال. سلافة، الأخبار التي تأتينا تقول بأن الأهالي يوقعون الآن على اعترافات بأن من سقطوا من ذويهم هم أو بسبب الاندفاع بإجبار من السلطات المصرية، هل هذا صحيح؟ حدث بالفعل أمامي الآن واقعة، حيث يعني أعلنت مصلحة الطب الشرعي أنها ترغمهم بالتوقيع على استمارات بأن الوفيات أو الضحايا الذين سقطوا جراء الاشتباكات ما بين الألتراس وقوات الأمن، تلك الضحايا سقطوا جراء التدافع. وما رواية الأهالي؟ ماذا يقولون؟ رواية الأهالي أن عدد التذاكر، تلك الرواية الشائعة يعني، ولكن لم تأتنا أنباء مؤكدة، أن عدد التذاكر لم يكن بالعدد الكافي لعدد المشجعين والجماهير الذين كانوا يرغبوا بحضور الماتش، ولكن حتى الآن الأهالي أعلنوا رفضهم القاطع على التوقيع على أي استمارة تؤكد أن تلك الضحايا سقطوا جراء التدافع. وماذا ينوون فعله؟ لم يصرح الكثيرين منهم، ولكن أغلب الأهالي والأصدقاء أعلنوا أنهم لن يغادروا مشرحة زينهم حتى يتمكنوا من استلام جثث الضحايا والاعتراف رسميا بأنهم قتلوا نتيجة الغاز المسيل للدموع الخرطوش الذي استخدمته قوات الأمن. يعني هم لن يستلموا هذه الجثث ما لم يوقعوا على تلك الاعترافات. صحيح، أغلب الأهالي والأصدقاء أعلنوا ذلك الآن.